try this yourself. It's extremely dangerous. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غنديروا ختام تاع نموذج الفرد واحد باش ندوزو نموذج الفرد اثنين. السؤال ثلاثة في ألف وباء، والسؤال أربعة في السؤال المشهور هو أنشئ سلف. نجاوب على السؤال ألف، كلمة بين أن المستقيم بهذا الذي معادلته إكغيك هي إكس زائد جوج مقارب مائل لسلف بجوار بليس لانفيني و موان لانفيني. فالكل بين تاع السؤال هو شنو؟ فأول حاجة مقارب مائل بجوار بليس لانفيني و موان لانفيني، طبقين. وشنو غنحتاج على ثاني هي المعادله. دائما نسمعوا مقارب مائل بجوار وتيكون عندك معادله، فمباشره رجع الصفحه حسب لا ليمين ديال اف دو اكس ناقص الاكغيك بجوار، غتحسبها بجوار بلوس لانفيني و موان لانفيني. يقدر شي واحد يمشي يحسبها بجوار بلوس لانفيني بوحدها وبجوار موان لانفيني بوحدها، ويمكن الاخر يحسب على نفس النتيجه. انا نعطيكم طريقه كيفاش تجاوب عليها بجوار بلوس لانفيني و موان لانفيني في نفس الوقت. السؤال تعريف ارجع السطر و نحسب دائما تما ترجع السطر و نحسب لا ليميت من اكس هي اوردينا بلوس لانفيني و موان لانفيني. لاحظوا قلت لهم بلوس و موان زعما كاين في نفس الوقت ديال اف دو اكس ناقص و فتحوا ليا قوس و حطوا اي غير. ارجع السطر لا ليميت من اكس تمشي بلوس لانفيني و موان لانفيني في نفس الوقت تاع اف دو اكس شحال عندي ان اف دو اكس هي شحال تاع بال الاصلي، ولكن انا ما ناخذش ان اف دو اكس، ناخذ اف دو اكس اللي كنا شفنا في السؤال اش من سؤال كنا شفناها سؤال الف جوج الف واحد الف عفوا. لقينا ان اف دو اكس شحال تساوي؟ تساوي اكس زائد جوج زائد ربعة على اكس ناقص واحد. نمشيو لافيديو الثاني بالنسبه للتمرين جوج، يعني اللي ماشي اللي قبل هذا، اللي قبل من هذا اللي ندير انا دابا كنا جاوبنا على هذا السؤال، متفقين؟ انا باش نحدد اف دو اكس دائما اف دو اكس تسمى اف دو اكس مساعده تعطوها ليا باش ندرس الوزن النسبي وباش نحدد باش نحسب لا ليميت في حاله مستقيم مائل، ولكن ماشي دائما تعطوها ليا غير في بعض التمارين تعد الدوال الجذريه. غنحط هذه لان اسهل طريقه هي هذه، هذه وجد الدور تاعها وتسهل عليه الخدمه. زائد 4 على اكس ناقص 1 ناقص نبقى فاتح القوس اي دراك هي عندي شحال هي اكس زائد 2 ماذا تتساوي؟ تتساوي لا ليميت من اكس تمشي بلوس وموالا فين في نفس الوقت تاع اكس زائد 2 زائد 4 على اكس ناقص 1. القوس هنا مش مسبوق بعلامه ناقص، هنا داخل الاقواس تبدل الاشاره تاعو. اش كان عندي هنا اكس موجب يعني ولا عندك ناقص اكس؟ هنا كانت عندي زائد جوج تقول لي هي ناقص جوج. ابخي بالك 100% اختزال، غتمشي ليا اكس مع ناقص اكس، غتمشي ليك جوج مع ناقص جوج، شحال يبقى لي؟ يبقى لي تساوي لا ليميت من اكس تمشي بلوس لانفيني و موان لانفيني في نفس الوقت ديال اس ديال 4 على اكس ناقص 1. ماشي نعوض الفوق عدد موجب، ينتمي الى اف لتحت اكس نعوض بلانفيني، لانفيني نزيدها ولا نقصها عدد تبقى لانفيني، باش نعرفوا ان عدد لانفيني كون بايكون بلوس ولا موان فهو يساوي الصفر. دائما نجي نقول لك بين انه مستقيم مائل دائما خاصك تحسب اف اكس ناقص اي وخاصك تلقاها تساوي زيرو دائما دائما. تقول لي لان 4 ينتمي الى R و لا ليميت من اكس تمشي بلوس لانفيني و موان لانفيني تاع اكس ناقص 4 تساوي بلوس لانفيني و موان لانفيني، يعني هي تخدم جوار بلوس لانفيني عطينا بلوس لانفيني ولا تخدم جوار موان لانفيني غديك موان لانفيني، اش معناتها في دقة واحدة. نقول ليه اذا لا ليميت من اكس تمشي بلوس لانفيني و موان لانفيني ديال اف دو اكس ناقص إكغيك، أما إلا قال لك غير بجوار بلوس لانفيني في ذات غير بلوس لانفيني، قال لك بجوار موان لانفيني دير لي جوار موان لانفيني، قال لك هما بجوج دير لي ذات الناقص، شحال تساوي؟ زيرو صفر، وبالتالي نحيد بأن ونقول لي وبالتالي المستقيم بطريقة معادلة إكغيك يساوي هو إكس زائد جوج مع
مقارب مائي للسلع F بجوار بلس لانفيني هو موان لانفيني. ونقول نجاوب على السؤال تاعي اخذت نقطتين، فمسح السفران نقول السؤال رقم باء. فدائما نسمعوا شكون فين ندير ادرس الوضع النسبي، هتسمع ودني نسمع الوضع النسبي، رجع السطر وقول لنحسب المهم راه خبر في راسو، لنحسب اف اكس ناقص مفتاح قوس مبدا اكس. دائما تسمع ادرس الوضع النسبي رجع السطر وحسب اف اكس ناقص اكس. اف اكس شكون كيمثلها هو السي دي اف، سلف هذا راهو اف دو اكس يمثل ليا اف دو اكس، ودلتا ضروري عندها المعادله تاعها هو اكس. اف دو اكس راه عندي رجع الصفر من اف دو اكس ناقص اكس. اف دو اكس انا خدت اف دو اكس اللي خدمنا بها شنو هي اللي بقى خدمنا فيها في المقارنه المائيه اللي هي اكس اكس زائد 2 زائد 4 على اكس ناقص 1 لان هي السالبه من بعد انت تقوم السؤال عفوا بان هي السالب ناقص إكغيك، إكغيك شحال عندي؟ راهو عندي هو إكس زائد 2، شحال يساوي؟ يساوي هو إكس زائد 2 زائد 4 على إكس ناقص 1، هنا القوس نصوب ناقص ناقص يعني داخل القوس تبدل لي الإشارة ديالو، عندك إكس تقول لي ناقص إكس، عندك زائد 2 تقول لي ناقص 2، وبالتالي بحال المقارنة المالية غير هنا ما تنحسبش لامينيت، مثلا هي إكس مع ناقص إكس، وتسوي لي زائد 2 مع ناقص 2، شحال كتساوي؟ نجي نكتب هنا لا تساوي 4 على اكس ناقص 1، نتدخل من اذا اف دو اكس ناقص اكغيك شحال تساوي 4 على اكس ناقص 1. ها من تجاوب على هذا السؤال تنبدا نطرح على راسي واحد الاسئله اللي هو بحال كنروحو للشقة، شنو هو اللي موجب، شنو هو اللي سالب، شنو هو اللي معرفش. نبدا بالوسط، البسط راه 44 عدد موجب. نجي للمقام، بما ان انا خدام على موال لانفيني و بليس لانفيني في الاعداد السالبة و في موجبة و كاين مشكلة في الوالدين تاع ناقص في هذه الحالة معرفتش، عرفت السطر نقول اليوم اي ان اشارة اف دو اكس ناقص اكغيك هي اشارة داكشي اللي معرفت، هي اشارة اكس ناقص واحد، لان اربعة اكبر قطعا من الصفر. عندك شي واحد باش يكتب لي منشرة انا راه مع الصرح تاع نديرو، ترجع الصرح نقول لك موحد بنحو المعادلة تاع داكشي لي معرفش، المعادلة ديالاش اكس ناقص واحد تساوي صفر، اللي شحال تكافئ لي انا اكس يساوي واحد، من بعد تمشي ندير جدول الاشارة ديال هذا اللي تعطيني الاشارة ديال هذا، من بعد دير دراسة الوضع النسبي، هنا تنديرو اكس، هنا تنحط مجموعة تعريف من موال لانفيني لواحد، من واحد لبلوس لانفيني، أول حاجة نحط مجموعة تعريف، هنا نحط العدد اللي غير فحال المعادلة، نحط عندي واحد هو اللي جا عندي واحد، يعني ما نتصوقش ليه، هنا غنحط إشارة داكشي اللي معرفش إكس ناقص واحد، وانطلاقا من هذا نلقى إشارة إف دو إكس ناقص إكغيك، نلقى إشارة إف دو إكس ناقص إكغيك، وانطلاقا من هذا نلقى الوضع النسبي للسلع اف و دالتا، هو النسبي و تنقولو فيه السلع اف فوق او ا تحت، التعبير شي يبقى لي عند واحد تينعاد، و بالتالي مني انا من المعادلة درجة الأولى فعلى اليمين إشارة ا و على اليسار إشارة ا، كيف العدد اللي قبل من اكس هنا موجب و بالتالي موجب سالب، راه كيف تتحب دائما كاين إشارة موجبة و تتحكم بالعدد اللي قبل من اكس. التعبير فين كاين في البسط ولا في المقام؟ كاين في المقام، ملي تكون في المقام ديك البسط اللي فيها النهاية ما تنفعش خطوة، لأن واحد إلا عوض واحد ناقص واحد هي شحال؟ هي الزيرو، يعني المقام اش وقع لي؟ المعلم حنا نعرفو بأن حسمهم المقام يساوي الزيرو، وبالتالي ندير قمشة تعني جوج خطوة، وبالتالي نفس الإشارة اللي كاينة هنا سالبة، نفس الإشارة اللي كاينة هنا موجبة، لأن التعليم موجب، وكان سالب كنتنقلو الإشارة. بما ان اف اكس ناقص اكغيك غير معروف في واحد تنزل جوج خطوط هنا،
قلت لي من هذه النقطة سلمتهم بأن السير إف، سير إف تحت، سير إف تحت بارحة، بما أنها موجبة نقول سير إف فوق بارحة، يعني الأمر بسيط جدا في دراسة الدالة. فمسح صبورة وندوزو لآخر سؤال اللي هو مهم اللي هو أنشئ سير إف. بالنسبة لإنشاء تاع السير إف أنا عندي بزاف تاع المعطيات اللي عندي في الدالة. فأول معطى عندنا حسب راليم اللي حسبناه في واحد سواء على اليمين أو على اليسار خرج لنا نافيني، هادي عندها تأويل هندسي. تنقول اللي حسبناه في عدد تاع خرج لنا نافيني تنقولو أن السير إف يقابل مقارب عمودي معادلته اكس تساوي ذاك العدد، اكس تساوي ذاك العدد. ثاني حاجه نحتاج القضيه ما تكتبوهاش، يعني خاص تكون نورمال في ورقه الوثائق خاصه بانشاء السير اف. المعطى الثاني ضروري دائما حاضر القوه داخل ورقه تاع الجواب اللي هو جدول التغيرات. المعطى الثاني هو ذاك الوضع النسبي، قلنا الوضع النسبي للتأويل الهندسي اللي كنا خرجنا مقاربه الى السير اف بجوار بس نافيه سميتو ضيقة، عاد المعادلة التغيرية. المعطى الأخير اللي نحتاجو هو الوضع النسبي، سير إف فوق سير إف تحت. فأول حاجة نرسم هاد المقارب بحال المستقيم، أول حاجة نرد المقارب معادلته إكس تساوي شحال؟ إكس تساوي واحد، هاهو فيها نديرو هاهو إكس تساوي واحد، محور إكس تساوي واحد راهو واحد، هذا هو مقارب عمودي، يعني تمشي عند إكس وندير واحد مستقيم. عامودي غتبان لي داك الشيء مراجع شويه ولكن نتوما راه عندكم مسطره وداك الشيء. اوكي هذا هو اكس شحال يساوي واحد. مزيان طرقت هذا المعطى، هذا المعطى ان شاء الله. دوز واحد المعطى اخر مش رسم دلتا. دلتا انا اش عندي؟ عندي ايكغيك. اوكي نجي نديرو في شي بلاصه انا من احسن. عندي انا ايكغيك شحال يساوي؟ هو اكس زائد جوج. انا باش نرسم اي مستقيم خاصني جوج تاع النقط، تنعطي اكس قيمة من عندي و تنشوف ايكغيك تاعي شحال يساوي. اكس نعطيه قيمة من عندي و نشوف ايكغيك، دائما ناخذ شي قيم اللي هما سالبين. ناخذ اكس نعطيه زيرو، إلا عطيت اكس يساوي زيرو فايكغيك شحال يساوي هي جوج. نعطي اكس يساوي ناقص جوج، هتولي ناقص جوج زائد جوج هيولي يساوي ليا زيرو. دائما نخطط نختارش نقط سالب و نبقي غير النقطة الأولى و هي النقطة الثانية بحال هادي نسميها أو هادي النقطة الثانية. النقطة الأصل تاعها هو شحال؟ اكس تاعها هو زيرو هاهو فين هو، و إكغيك تاعها، إكغيك تاعها هو شحال؟ و إكغيك تاعها هو جوج، يعني هو إكغيك هو جوج، هي النقطة الأولى. نمشي نسأل النقطة الثانية، إكغيك إكس تاعها شحال يساوي ناقص جوج، هاهو، و إكغيك تاعها يساوي زيرو، يعني هما جوج نقاط. انطلاقا من هاد جوج نقاط تندوز للمستقيم ديالي، هاهو المستقيم. نتوما تما بطبيعة الحال ديرو بمسطرة. ها هو المستقيم ديالي، هذا هو شنو هو؟ هذا هو الدلتا. المعادلة تاع إكغيك تساوي شحال؟ هي إكس زائد جوج، متفقين؟ مزيان. ثاني حاجة ملي تنسالي هاد القضية تمشي لجدول التغيرات. حسبنا لاليمت عند موالانفيني ما لقيناش عندها تأويل هندسي، وبالتالي كنا عند موالانفيني كاين مقارب مائي بجوار موالانفيني السير إف تحت ولا فوق الدلتا. هاي بجوار، هذا بجوار بيس لانفيني وهذا بجوار موالانفيني. السير إف كي داير بجوار موالانفيني هو كاين تحت هو كاين هنا. مزيان نمشي لهنا ساليت مع هاد البلاصه اللي مشيت ندوز لهنا. هنا بغيت نحسب في عدد تاع الصورة تكون مقارب أفقي، متفقين؟ يعني إكس شحال يساوي ناقص واحد هاهي، و إكغيك يساوي تاهو ناقص واحد هاهو. عندنا الإسقاط تاعهم ونبقى ديك المماس تاعو فيهم. الدالة كبيرة تزايدية تناقصية يعني هاد المماس يكون لتحت، ملي تكون الدالة تزايدية تناقصية المماس يكون لتحت، كانت تناقصية تزايدية تكون لفوق. نمشيو عند واحد، حسبنا الليميت عند واحد على اليسار درنا موالفين، هو واحد على اليسار يا إما يكون مقارب هنا يا إما يكون مقارب هنا، وإلا خرجت ليا موالفين فيكون لتحت، يعني
ناس وقال لي فرد راسك، قال لي فرد سبسان، اوب اوب. هذه انشاء الانشاء، كنت تلاحظ ان الداله تزايديه من مورد في تاع ناقص واحد، ومن ناقص واحد تل عند واحد في الداله الكثيره تناقصيه. مجلس فوق عند واحد على اليمين، عند واحد على اليمين ها هو، يا اما يكون انشاء هنا المقارب او لا. وبما خرجت لي بلوس تنفين يكون عندي الفوق ما يكونش عندي التحت. مزيان، هي النقطة الأولى بالنسبة للإنشاء ديال السيف القادم. مزيان، أوكي. مشينا هنا من في نحسب الصورة ديال العدد، تكون عندي مماس أفقي إكس تاو شحال يساوي 3، إكس تاو هو هذا 3، وإكري تاو شحال يساوي هو 7. دائما هو تاع إكس، ونتصور تكون عندي هنا تبع إكري، ها هو إكري يساوي 7. أوب، ها هي هذا هو المماس. وبما ان الدالة التزايدية تناقصية، في المماس يكون عندي الفوق في هذه النقطة. اوكي، تبقى ليا غير بجوار بلس لانفيني. بلس لانفيني عندي مقارب مائي، هو العدد النسبي تاع بجوار بلس لانفيني السلائل فوق دلتا، وبالتالي هو دلتا يكون هنا الفوق. مازال ممكن يكبر شوية، ولكن هنا بحال اوب. ونسال الاسهم ديالي، ونسال الحمار، فهمت؟ طلع ماشي مشكل، باش يبان لك الشيء عندك. اوكي، نطلع شوية مستقيم، وندير المقارن ديالي هنا. اوكي، هكذا باش يجي مزيان. مزيان، هذا هو الدلتا، هذا هو الدلتا، المعادلة تاعو إكغيك تساوي. وكما تلاحظ الدالة من عند واحد حتى ثلاثة تناقصية، ومن ثلاثة لبلس لانفيني تزايدية، يعني وهذا هو إنشاء السلف. عندي اليوم سي لوغو هو إنشاء السلف. من انكم تكونوا استفدتوا ديال بصح من التصحيح تاع النموذج الاول. اذا استفدتم ما تنساوش تبارطاجوا مع الاصدقاء تاعكم، باش تكون افاده جا ما عليا. وما تنساوش انكم تفاعلوا معنا دائما، لان الشيء اللي يحفزنا باننا نعطوا الماكسيموم ديال الفيديوهات، سواء بالبارطاج، سواء بالكومنتارات، سواء باللي لايك. كان معكم اخوكم سفيان، نتلاقاو في النموذج الفرد الثاني. كونوا في الموعد. السلام عليكم.